عندك؟ أنا اسمي الحيمة. جمعة جاية، قولي لي جينا الحدادة. هذه لها بنته. قولي لي بنته لها آية ومرته لويزة. صافي عول عليا الشريف، أنا نقولها لك. بالنسبة لي هذا الفيلم كان بالغ الأهمية، حيت أول مرة كنشوفوا فيلم تيهضر على حرب الرمال اللي كنا غير كنسمعوا عليها، وحتى اللي حضر بشكل بآخر في الحدود ولا ما عندوش فكرة واضحة عليها، خصوصا وأنه الحرب كانت ماشي بين الشعوب، ولكن كانت حرب سياسية. وعجبني بزاف الفيلم على انه خداه من وجهة نظر يعني شخصيه ولا عائليه، ديال واحد العائله اللي يعني فجاه لقات راسها يعني ما بين مقسومه على جوج. Je sors vraiment très très ému et très marqué par la vision du film qui remet l'éclairage sur un fait historique qui finalement reste encore assez méconnu en dehors du Maroc, et qui traduit à la fois le drame humain et social qu'ont connu tous ces gens dont les vies ont été brisées, dont les familles ont été séparées en raison de conflits qui les dépassaient. Et donc ce qu'il faut pouvoir faire, c'est tirer les leçons de cette histoire pour finalement appeler à plus de fraternité entre les peuples, en espérant en effet que ces deux pays que tout réunit, que sont le Maroc et l'Algérie, puissent enfin retrouver le chemin de la fraternité, de l'ouverture, pour que les gens qui ont été séparés par l'histoire puissent enfin se retrouver, puissent enfin finalement tisser les liens dont on les a privés. Donc finalement j'y vois aussi une touche d'espoir par rapport à ce qu'il est possible de faire, c'est-à-dire renforcer la fraternité entre les peuples. Moi, j'y crois. Les Allemands et les Français, pendant très longtemps, ont connu des malheurs, des oppositions entre le Maroc et l'Algérie. Ce qu'il faut voir aujourd'hui, c'est les ponts qu'il faut pouvoir bâtir, car ces deux pays sont complémentaires, ce sont des peuples frères. Le reste, ma foi, ce sont des choses qui peuvent être résolues s'il y a de la bonne volonté de part et d'autre. Donc encore félicitations à toute l'équipe du film, et j'espère qu'il pourra avoir une diffusion à la hauteur du film. Le film a été fait للقصيان المغربيين توغي تعيشين الجزائر السنه توغي بدا نتسراك بوم ديالين دا دي مغربيين زي الجزائر ومي يوقع خص الصحراء ومي يوقع بوليزاريو توغي نزر 4 نيوذان ديرو كنت دي 89 ومي توغي عزم الحديد جا المغرب الجزائري وذان العائلات النخ زي كشمتجور زي ميضا وسين زرين العائلة زي جديد ومن بعد ما قبل على الحداد عاودوا يعني صافي القصة تفاصل بجد فحمي مع ما صاحب وقع خل في الماء يسفق قاعد زي جديد إلا ديني جن القصة وضع انتو اربعة نيوذن انتوثن بالنسبة للعلاقة جارة عشان الشعب الجزائري راح العلاقة تسبحين راح يمد ذكر نخذ ذي بلجيك خدمنا كذا نخذ ذي جزائريين شذي قبيريين شذي شويين شذي تعيز نهار تعيز حسن دونين توريك المردين شنو مشكل بين صحاق جا الحكومة المغرب الجزائر وهنشن بنصح ماشي الشغل نخدم انا يعني المواطنين انت دونين انت عيش قوي ويانا نسعدني الفيلم عجبني ديس الدور ثي راي يسرى ذا سبحان بس كنتو عجبني الدور نس دي الفيلم نيث جيج محمد امين اديوس كارمن دي الحقيقة خاصة يدو سيخ الزاح الدور نس الزاح من مشتيرا ماني ثقا ولكن عجبني الفيلم سكول شيء ما راي وذني عندي عجبني العلاقة نجاة العائلة ذي الجزائر ذي المغرب جن حاجة تصبحان بالنسبة للفيلم الوشاح الأحمر اللي تعرض اليوم هنايا في قاعة سينما فاندوم في إكسل للمخرج ديالو هو محمد اليونسي مع ليزاكتور اللي لعبوا معاه يعني يسرى طريق والأستاذ كريم يعني كان في الحقيقة في منتهى الروعة يعني لا من حيث الشكل لا من حيث المضمون وتيبين لنا باللي
المشكل ديال الحدود مع المغرب والجزائر والمعاناة ديال الناس اللي طردوا من الجزائر كان عندها آثار نفسية وكان عندها آثار اللي هي اجتماعية وآثار عائلية وخلقات يعني مجموعة ديال العقاد يعني في العقول ديال الناس إلى حد أن لقينا يعني في القاعة بعض الناس يعني اللي عاشوا ربما بحسب الروايات ديال الوالدين ديالهم نفس المعاناة وكانوا سيبكيوا في القاعة. وهذا الفيلم هذا ربما بداية الواحد العمل اللي خصو يدار ما بين الإخوان المغاربة والإخوان الجزائريين ويشوفوا كيفاش أن المسألة يوقع فيها يعني نقاش وباش أن هذه المعاناة هذا تخفف على المواطنين ديال البلدين وباش أن هذه الحدود ما خصاش تبقى حدود ديال الانقسام والتباعد ولكن تبقى حدود ديال الأخوة والمحبة والرأفة لأن ما بين الشعب الجزائري والشعب المغربي على ضفتي الحدود يعني ديال البلدين هما إخوة يعني بالدرجة الأولى وفي نفس الوقت يعني هما عندهم علاقات يعني عائلية مترابطة ما كاين حتى شي واحد اللي يقدر يكون هذا بلجي هذا جزائري وهذا مغربي ولكن هما يعني شعب واحد ولا عرفنا بالخصوص واللي عندهم تاريخ مشترك من حيث يعني المواجهة ديال الاستعمار وعندهم لغة موحدة وعندهم عادات وتقاليد اللي ربما سيتقسموها في مجموعة ديال الأماكن وتنظن باللي هذا الفيلم اللي تعطى لنا اليوم باش نشوفوه في هذه القاعة هذه هو بداية باش يكون يعني عندنا وعي بمسألة التقارب وبمسألة النقاش وربما سيتطرح يعني كأداة يعني بيداغوجية بالنسبة للناس وباش أن في المستقبل نحاولون نفكروا في هذه الإشكالية يعني بواحد الجدية اللي هي جدية Je pense que déjà ce film est rempli d'émotions et il permet de montrer une page de l'histoire que beaucoup de gens ignorent par rapport à ce conflit qui peut être considéré comme un conflit finalement ridicule parce qu'il entraîne la souffrance de beaucoup de gens, de familles qui sont séparées. Et ce film nous a permis de comprendre un peu cette histoire via ce parcours de ce couple séparé de façon tout à fait injuste et qui représente peut-être le quotidien de beaucoup de familles qui souffrent depuis pas mal d'années à cause de cet état de fait. Et je pense que voilà, ça permet de jeter un projecteur sur cette partie de l'histoire et de nous permettre de comprendre les enjeux et aussi le caractère tout à fait injuste de cette séparation. شكرا لك اولا على الاستضافه يسرى طارق ممثله مغربيه تربيت في الريف بالضبط في زغنغان اذا هذا الفيلم هذا كان تالي تجربه سينمائيه ليا من بعد الفيلم سينمائي ميغيس ديال جمال بن مجدوب وفيلم وداعا كارمين اديوس كارمين ديال محمد امين بن عمراوي وهذا ثالث فيلم سينمائي ليا الوشاح الاحمر وهو اللي كنعتبره في الحقيقه اول تجربه بالدارجه المغربيه وكنشكر سي محمد اليونسي مخرج الفيلم ان تاح لي هذه الفرصه هذه بالنسبه لي انا اشتغلت قبل في القناه الامازيغيه في اعداد وتقديم برامج تلفزيونيه من بينها اول برنامج تلفزيوني كيهضر على المراه الامازيغيه في المغرب نتات من بعد كانت الانطلاقه ديالي في الميدان وحاولت نعمل الخطوات ديالي بداك الشيء اللي توفر ليا وبالامكانيات ديالي حاولت نطور راسي شويه بشويه بالنسبه لك انت هذا الفيلم هذه يعني هذا الفيلم كيتوشي اولا كيلمس جوج ديال الشعوب الشعب المغربي والشعب الجزائري واش ما كتشوفيش بانه يعني الفيلم ناقص شويه حيت نورمالمون بحال هذا الفيلم خص يكون فيه نص الممثلين الجيريان ونص ماروكان واش كتشوفيه باللي يعني ناقص اولا هو هذاك
اولا انا فخوره كممثله انني نشارك في فيلم سينمائي بحجم ديال الفيلم ديال الوشاح الاحمر. غنقول لك علاش. اولا انه اول فيلم سينمائي مغربي كيتطرق لهذا الموضوع، هذا هو موضوع ديال العلاقات المغربيه الجزائريه. والجميل في الفيلم انه تناول هذه العلاقات من الجانب الانساني، يعني ركز على ثلاث محاور اساسيه وهو التاريخ والذاكره المشتركه ما بين هذ الشعبين اللي كيتشاركوا جغرافيه الفكر وجغرافيه المكان، كذلك المشترك الانساني اللي كيجمع هاد الشعبين من قيم من لغه الى غير ذلك. وكيلخصوا الفيلم في العنوان ديالو اللي هو الوشاح الاحمر. الوشاح الاحمر بالنسبه لي عنوان كيلخص كل شيء، بمعنى احبك او انه الحب او انه جوتام، يعني كاع المعاني اللي كتعبر عن الحب. والمحور الثاني انه كيركز على الحقوق. الفيلم هو فيلم حقوقي بامتياز، يعني هو ممكن صنفوه من سينما حقوق الإنسان، لأن سلط الضوء على حق من حقوق الإنسان اللي هو الإنسان أنه من حقه يبقى مع عائلته، ما من حق حتى شي إيديولوجيا أو لا فكرة أو لا توجه أو أيا كان أنه يفرق عائلة ويشتتها، الا الموت اللي كتكون بطبيعيه، اللي ما عرفناش سر الموت، كيبقى هذا سؤال وجودي. والمحور الثالث انه ايضا الى لاحظتي الفيلم فيه واحد التواجد مهم ديال المراه، سواء الجزائريه او لا المغربيه، ديك المراه اللي كتعطي الصوره على المراه في شمال افريقيا. اسمه الحبيب، وخدم في واحد الفيرمه في النعيمه. الحبيب، الحبيب، وانت كيسميتك؟ انا اسمي الحيمه. جمعة جاية، قول لي نجي هنا للحدادة. هذه راه بنته، قول لي بنته راه آية ومرته لويزة. صافي عول عليا الشريف، أنا نقولها لك. ديك المرأة المخلصة والمرأة اللي كتقاوم والمرأة اللي دائما اللي تعتمد عليها. وكذلك أن لاحظنا في المغرب امرأة أخرى اللي جسدت أنا الدور ديال هادية الرحمة، أنها امرأة كانت حتى هي عايشة في الجزائر، عندها راجلها وعائلتها، ولكن غير باش نذكر المشاهدين أن الفيلم كيسلط الضوء على المرحلة ديال 1963 بالضبط، وقوع حرب الرمال اللي وقعت ما بين المغرب والجزائر. وإبان ديك الحرب ترحلوا مجموعة من المواطنين المغربيين اللي كانوا عايشين في الجزائر للتراب الوطني المغربي. إذن هاد السيدة هادي اللي أنا أديت الدور ديالها رحمة كانت من بين هاد الناس هادو. فاش رجعت باش نبين لك أن الحضور ديال المرأة كان مهم في الفيلم، هاد السيدة فاش رجعت لأرض الوطن، وهاد الشيء اللي كنلاحظوه حتى دابا اللي وقع في الحروب، أن دائما المرأة في وضعية الحروب كتكون يعني عرضة للاستغلال الجنسي إلى غير ذلك. إذن هاد الشيء اللي كاين. وبالنسبة للملاحظة ديالك نرجع لها، قلتي لي بأنه واش كتشوفي الفيلم أنه ناقص. أولا إلا جينا نهضروا لغة سينمائية هذا شيء آخر، لأن الممثل مهما كانت الجنسية ديالو خاصو يؤدي أي دور، سواء أنا إلا كنت مغربية ولكن العمل ديالي ممثلة ندير حتى دور شينوية ولا جابونية. ولكن هذا لا يعني أن المخرج للفيلم ما دارش محاولة باش أنه يلقى ممثلين جزائريين، لأنهم يشاركوا فعلا بشتى الجزائر. وقبل ما يمشي الجزائر اتصل بمجموعة ديال الناس تما اللي يعني كانوا هما حلقة الوصل بيناتنا باش أننا نشوفوا ممثلين جزائريين. كانت موافقة مبدئية ديال المجموعة ديال يعني الممثلين الجزائريين، ولكن بمجرد ما المخرج محمد اليونسي مشى للجزائر يعني تراجعوا دوك الممثلين على المشاركة في الفيلم، فيعني اضطر أنه يغير خطة العمل ديالو، الرؤية الإخراجية ديالو، ويجيب ممثلين مغاربة باش يخرج العمل، لأن الأساسي هو يخرج العمل ويعبر على الحالة اللي كانت تعيش فيها جميع الشعوب، سواء في شمال إفريقيا أو لا في المشرق أو لا في العالم كله. أن الرسالة اللي بغى يقدمها الفيلم أن الحب اللي موجود في قلوب الشعوب ما يقدر يلغيه حتى شي حدود، سواء كانت حدود مادية أو غير مادية.